ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم حلقة جديدة من البيدي جيمر. النهارده هيبقى اخر حلقة من التحديث القديم ولعبة الحرم المخيف يا جماعة. يلا بينا نبتدي ونشوف الحلقة هتبقى عاملة ازاي. طبعا لو انت اول مرة تشرفنا على القناة ما تنساش تدوس اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واهم حاجة تدعموني يا شباب بلايكات كتير جدا عشان اعرف استمر وانزل فيديوهات حلوة وكتير جدا. ايه ده يا جماعة؟ دول عاملين بارتي على الضيق كده وكل واحد جايب صاحبته. ايه ده هي لابسة خاتم ولا هي بتبص على ضوافرها؟ طب يلا بينا نمتحن بقى البيت اللي هم سرقوه مني. اوه خش بقى كده ونشوف هنعمل ايه. ده انا هجننهم النهاردة، هعمل لهم حفلة وداع. ناخد بس الزردية الحمراء وناخد الازازة دي عشان لما ندلقها كده نظبط فيهم المقر. انتوا فين بقى؟ انتوا فين؟ تحت ولا فوق؟ تحت ولا فوق؟ آه طب تعالى بقى، انتوا فوق عبال ما الف لكم بقى من الناحية التانية تنزلوا. نشوف بقى نعمل ايه دلوقتي. نطلع بقى من السلم الخلفي اللي بيطلع على الدور اللي فوق. خرب بيتك شفنيش. طب ايه تاني خرج بره البيت؟ طب انا عايز اخش الاوضه اللي هو فيها. اخرج يلا يا عم انت. طب ايه مش ناوي تخرج ولا ايه؟ من اصعب اللعبة يا جماعه عشان خاطر فيها اتنين حراميه، فيهم اتنين شريرين. يلا وشافني شافني نار اسود. ايه ده ايه ده؟ ده صاحبه كمان شافني. ايه ده؟ هما بيجروا رايحين فين؟ بيجروا رايحين فين؟ بس نزلوا. خش الأوضة بسرعة، رب ما حد ياخد باله. هات بس دي أنبوبة الأمير، دي عاملة زي المعجون. إيه انتوا فين يا جماعة؟ أخرب بيوتكم، دولت في المطبخ طالعين تاني. خاف يخش لهم الأوضة دلوقتي. هما اول ما ينزلوا ولا يخشوا في اي اوضه تحت هقوم طالع تاني بقى، نكمل بقى في الاوضه التانية. طب انتوا فين دلوقتي بقى كده؟ لازم ابقى واخد بالي منكم. اهو الاتنين طالعين. حلوة قوي. ايوه بس كده. طيب ايه؟ هو تقريبا بيبص لقى المعجون متاخد. يا لهوي شافني شافني شافني. اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه. بس هربت منه ما شافنيش، عرفت اهرب منه. طب ايه؟ طيب عايزين نروح الاوضه التانيه بقى. طب انتوا تحت ولا فوق؟ فين صاحبك يا عم انت؟ ده طلع تاني. صاحبه اهو. يلا عم انت هو. How good did these bad boys look on the front page of that newspaper? فين صاحبك التاني؟ فضلت افضل واقف متمسمر كده. فين صاحبك التاني؟ النهار ابيض، هو جه منين؟ جه منين؟ جه منين؟ يخرب بيتك يا عم انت، بتطلع منين يا عم انت؟ انا لازم اشوف لك حل، لازم اشوف لك حل. اهو نازل. مكانش يا عم مقلب انت وصاحبه طالع. يخرب بيوتكم، انتوا بتسلموا ورديات، طب اهرب منكم ازاي؟ اعمل المقلب فيكم ازاي يا عم؟ ابعد عني يا عم. اهو بقى عليكو. بس نخش بقى الأوضة قبل ما حد يطلع. وادي شجرة الكريسماس، عايزين بس نقفل الباب عشان لو حد عدى. يا لهوي يا لهوي، ده في وشي في وشي، نار اسود، ده ظهر في وشي مرة واحدة.
الحمد لله ما خدش باله مني. اهرب بسرعة اهرب، ده ما خدش باله مني. ايه ده دخل الحمام، هو انا شفاف ولا ايه؟ تعمل ايه يا عم انت؟ اخرب بيتك، ده انا اتخضيت، قلبي وقع في رجليا. يلا يا عم اخرج بقى. ايوه خرج، اخرج بسرعة بقى، انا خايف من صاحبه يخش تاني، الموضوع مرعب. بسرعة بسرعة بسرعة، نقفل بس الفيشة، نقطع السلك عشان ما نتكهربش. ناخد السلك ده بقى نحطه فين؟ عند الباب بس. عايزين نقفل بقى الباب اهو، خارج خارج وداخل الأوضة التانية، داخل الأوضة التانية. خلينا بس الأول نتأكد، هو فتح الباب دخل عندي. بس اهرب بسرعة بسرعة، انا في ايه؟ مش عايز يخرج بره الاوضه، مش عارف اعمل فيه المقلب ولا هو ولا صاحبه، كل ما اخش يقوم داخلين لي. بس ايه خرج اهو، خارج اهو. ايه طيب تفضل واقف عند الباب كتير؟ استنى كده نبص بصه، بس ندلو بس ده عند الشباك كده عشان الشباك ما يتفتحش. شكلك كده مش هتسيبني، عايز تمسكني. ايوه بس كده بسرعة بسرعة، ناخد بس ايه الورق اللي على الكرتون هنا، ونحط الامير بقى ولا المعجون ده. ناخد الورقة التانية، ناخد بقى الورقة التانية ديت هنحطها في الكرتونة التانية. هنبدل يا جماعة، ناخد دي كده السم ونحط، بدلنا الورقتين بتاعت الكرتونتين، خدنا دي هنا ودي هنا. بس كده اهرب بسرعة بقى، اهرب بسرعة مش راضي يخرج. يلا بقى ننزل بقى نكمل المقلب، عايزين بقى ننزل نفصل الكهرباء. يلا بسرعة كده بقى، أهم حاجة محدش ياخد باله مني. فين بقى سكينة الكهرباء أهي؟ بس نزلها، قطعت النور عليهم. ركب بقى الفيشة كده، أهرب بس بسرعة ورا البيت علشان محدش يمسكني. ولا اكني في حاجه حصلت، خرجنا وقفلنا البيبان حوالينا ومفيش اي حاجه حصلت. والمقلب يا جماعه. اوه كهربتهم. لا 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 لا. ايه ده؟ اوه. ما تنساش تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تدوسوا لايك وشير عشان الفيديوهات توصل لكل أصحابكم.